بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ الحجة جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. النوع الثالث والأربعين في المحكم والمتشابه. وهذا النوع لو قرأه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية للحل عندهم إشكالات كبيرة، لكن للأسف لا يقرأوا ولا يتعلموا، هم لا يقرأوا إلا لابن تيمية فقط، وابن تيمية لم يقرأ هذا الباب ولم يدرسه أصلا للأسف. وإن كان هذا الكتاب مؤلف بعد وفاة ابن تيمية، إلا أنه كان معلوم عند العلماء قبله وكان منثور في كتبهم، فكان ممكن يطلع عليه، لكن هو اعتز برأيه وبعقله وبدأ يتكلم في أمور دون أن يتعلمها بمحض عقله مع تأثره ببعض الفلاسفة، فانشأ مذهبا غريبا عجيبا في التوحيد وفي الاعتقاد في آيات المتشابهة، ومات معه مذهبه حتى أحيا محمد بن عبد الوهاب وأتباعه في العصر الحديث. ولكن هذا الباب لو نقرأه كل واحد في مسجده على الناس اللي موجودين، هذا الباب بس، الباب اللي هو النوع ده المحكم والمتشابه، ان هم يعني ضيعوا عمرهم في المتشابه من القرآن وجعلوا المتشابه محكم، فدي مشكلتهم. فهذا النوع الثالث والأربعين عايزين نتقنه ونفهمه ونقراه عدة مرات، نشبه نحفظه، وبعدين نعلمه للناس من خلال الدروس بتاعتنا كلهم في مسجدي، لأنهم أشاعوا هذه الأشياء حتى صار الإنسان العام البسيط بيتكلم في يد الله ونزول الله واستواء الله والكلام العجيب اللي كان لا يخطر في أفكار أجدادنا ولا أبائنا ولا جدتنا. فلا وجب في هذا الزمان معالجة هذه الشبه، فهذا الباب مهم يجب استيعابه. النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال، أحدها أن القرآن كله محكم لقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. الثاني، القول الثاني، كله متشابه لقوله تعالى: كتابا متشابها مثانية. الثالث وهو الصحيح، انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر بها هي آية آل عمران الأولانية: أنزل عليك منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وده القول الراجح، إن فيه محكم ومتشابه. طب والجواب بقى عن الآيتين كتاب أحكمت آياته وكتاب متشابهة؟ أن المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقد والاختلاف إليه. وأما قوله متشابها مثانية، كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز. وقال بعضهم: الآية لا تدل على الحصر في الشيئين، إذ ليس فيها شيء من طرقه. وقد قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليه. والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان، والمتشابه لا يرجى بيانه. يعني بيقول لك ان المحكم من احكامه انه لا يحتمل معنى اخر، فمش محتاج بيان لانه باين بنفسه، والا ما يبقاش محكم. وقال المتشابه لا يرجى بيانه، كويس، وبالتالي لا تدل على الحصر في الشيئين. يعني ليس كل القرآن محكم وليس كله متشابه، ما في قصص وفي أوامر زجر وأوامر وجوب وفي
وفي أوامر وفي آداب وفي أخلاق، كل دي مش داخلة في المحكم ولا متشابه. وبالتالي ليس حصر القرآن كله إن يا إما محكم يا إما متشابه، بحيث نمسك القرآن كده نقسمه قسمتين، لا لا مش كده. ده في منه آيات محكمات واضحة المعنى، وبينه آيات متشابهة نرد المتشابه للمحكم، أو نسأل العلماء اللي تعرف تأويله، ولا نعمل عقولنا بدون ما نرد المتشابه للمحكم عن طريق فهم العلماء. هذه الطريقة، عشان كده قالوا الراسخون في العلم. فلازم ولو ردوه إلى الذين إيه؟ يعلمونه منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، لو ردوه إلى الله إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منه. لكن للأسف دلوقتي أصبحوا عوام الناس يتكلموا في المتشابه، وجرأوا عوام الناس في الكلام في المتشابه. فعلشان كده قال لك ايه؟ ان الآية لا تدل على الحصر في الشيئين، ان القرآن محصور بس في النوعين دول، محكم متشابه وبس. لا، قال لك لا، ده القرآن فيه محكم فيه متشابه، وفيه بقى وعظ وفيه إرشاد وفيه قصص وفيه تاريخ الأمم السابقة وفيه أخبار أهل الجنة أخبار أهل النار، فيه أخبار حاجة تانية، وفيه تشريع وفيه يعني عظة وفيه أشياء كثيرة. خدت بالك؟ علشان كده ليس محصورا في النوعين دول بس. فهمت كلام الشيخ؟ طيب. وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم، فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته بيان ما تشابه معناه وما احتمل اكثر من معنى. وعشان كده الناس دول لازم نخاطبهم بالسنه، لان القران حمل السنه ايه؟ بتقيد، تقيد الايه؟ الاشياء. وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على اقوال، فقيل المحكم ما عرف المراد منه، اما بالظهور. يعني ايه بالظهور؟ بالمعنى الراجح. المعنى الراجح يسموه المعنى الظاهر. طب والمعنى الذي لا يحتمل غيره يسموه نص. يبقى الحاجه التي لا تحمل الا معنى واحد يسميها نص. حاجة تحتمل معنيين، أحدهما راجح والتاني مرجوح. الراجح نسميه ظاهر، واضح؟ يسموه الظهور. طيب، أو بالتأويل، وهو إيه؟ اللي يقول المعنى المرجوح لقرينة ترجحه وترك الظاهر، ده التأويل بقى. يبقى التأويل مقابل الظاهر، الظاهر هو المعنى الراجح والتأويل المعنى المرجوح، ونلجأ للمعنى المرجوح في حالة وجود قرينة تقوي. لو لم يكن هناك قرينة فظاهر أولى. فهمت بقى؟ المحكم ما عرف المراد منه، إما بالظهور، يعني كان حقه يقول المحكم ما عرف المراد منه نصا، أو بالظهور أو بالتأويل، عشان يبقى جايب كله. كان الأولى كده، وإحنا نحط إيه؟ نزودها. المحكم ما عرف المراد منه بالنص، اللي هو النص اللي هو ايه؟ لا يحتمل الا معنى واحد. تلك عشرات كامله، او ده نص. ما ينفعش نقول اصل فيها مذهبين. ده 10 وكامله، خلاص انتهينا، ما حدش يقول لي بقى 10 ونص، ولا يقول لي اصلها 9. طب ما نقربها نخليها مش عارف ايه، ما ينفعش. فده اسمه نص. فالنص اللي هو يحتمل الا معنى واحد. يبقى ده النص. طب والظهور يحتمل معنيين، احدهما مرجوح والاخر راجح، فالراجح نسموه ظاهر. اللي هو بالظهور، أو التأويل، وهو إيه؟ اللجوء للمعنى المرجوح لقرينة ترجحه. واضح؟ والمتشابه ده إيه؟ ده المحكم. يبقى ما عرف المراد منه بالنص، إما بالظهور وإما بالتأويل. يبقى ما عرف المراد منه إما بالنص أو بالظهور أو بالتأويل. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أول السورة. ده إيه؟ أحد الأقوال. والقول الثاني قال لك المحكم ما وضح معناه، المتشابه نقيده ما التبس معناه. وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، يسموه إيه الوجه الواحد؟ نص. والمتشابه ما احتمل أوجها، بعضها يبقى راجح بعضها مرجوح بعضها متشكك مشكوك.
وقيل شكل، وقيل قيل قيل، كل دي آراء. إنما ابن تيمية رأي واحد، فيخلوا الإسلام كله هو فهم ابن تيمية. دي الغباوة بتاعت الوهابية اللي عملنا مشكلة. وقيل المحكم ما كان معقول المعنى، يعني العقل يقدر يدركه، والمتشابه بخلافه، لو حاجة فوق إدراك العقل، كأعداد الصلوات. طب ليه الظهر 4؟ ليه ما خلاهاش مثلا ركعتين زي الصبح؟ طب وليه ما خلاهاش 6؟ طب ما ده الصلاة حاجة جميلة يا أخي، الزيادة فيها حلوة، اشمعنى 4 يعني؟ والعصر 4، يجي المغرب يخليه 3، والعشاء يخليه 4. طب ما العشاء، ما احنا خلصنا اليوم بقى والليل طويل، ما نخليها 8، اشمعنى يعني 4 مثلا؟ الحاجات دي ما فيهاش بقى اشمعنى، دي امور كده توقيفيه، ياخد بالك ازاي، وبالتالي ما تقدرش تجاوب عليها. ليه الظهر 4 ركعات؟ وليه الوضوء بيشمل هذه الاعضاء بالذات مش كل اعضاء الجسم؟ ليه يشمل وجهي والذراعين بس والحد المرفق بس؟ طب ليه ما زودناش؟ وليه عند النص؟ وليه مش من ما فيش ليه في الحاجات دي؟ يعني غير معقوله المعنى، يعني تعبدية اسمها. طب وليه خص رمضان بشهر فريضة الصيام؟ طب ما شعبان شهر حلو برضه، ورجب ماله، ما رجب حلو برضه، وشهر حرام حتى، ومحرم شهر جميل كان يخصه برضه. طب اشمعنى رمضان يعني؟ مش من الأشهر الحرم حتى، فهمت؟ يعني شفت ما فيش بقى ليه؟ هي كده تعبدي، فهمت ازاي؟ فعلك الامور التعبديه التي ليس للعقل فيها مدخل يسميها متشابه، ده احد الاقوال. فهمت بقى ازاي؟ كاعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان، وده قاله مين؟ الماوردي في تفسيره. وقيل المحكم ما استقل بنفسه، يعني مش محتاج حاجه تانية تبينه، هو واضح بنفسه كده. والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره، يعني يحتاج بحث بقى ونشوف. وقيل المحكم ما تأويله تنزيله، تأويله تنزيله يعني إيه؟ يعني نصه، نص ألفاظه. والمتشابه ما لا يدرى إلا بالتأويل. وقيل المحكم ما لم تتكرر ألفاظه ومقابله المتشابه. وقيل، شوف كم قيل، ان ابن تيميه عنده قول بس. يبقى ايه؟ ضيق الافق، ضيق الافق. لكن لما بتدرس الدراسه بتاعت الازهر ويجيب لك طريقه فهم العلماء المختلفين والاراء والعصف الذهني، وده يرد على ده وده يرد، يدي لك ايه؟ سعه صدرك، تقوم ايه؟ تسع فهوم الناس كلها. دي الفرق بين بقى دراسه الازهر ودراسة ايه؟ الجماعة السلفية والوهابية. ضيق الافق وضيق الصدر، ولو ناقشته يعلي صوته لانه ما عندوش حجة تانية يتكلم بيها، هي كلمة واحدة تيجي تناقشه، هي كلمتين حافظهم، يقعد يكررهم معاك النص ساعة كلها، انت تجيب له الحق من كل الطرق، هو لا، المهم ابن التيمية قال كده، يفضل ثابت عليه، واخد بالك؟ دي مشكلته. فتلاقي المناقشة معاهم تنتهي ايه؟ بالعداوة، ما تنتهيش ابدا الا بعداوة. فناخد بالنا لضيق الافق بتاعه. فشوف قال كم قيلة، اهي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، والثامن. وقيل المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه للقصص والأمثال. وطبعا الأخير ده أضعفهم، عشان كده خلوه الأخير. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحكمات ناسخة، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائده، وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخة لأنها اتلغت، الحكم بتاعها انتقل، ومقدمه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه.
وما يؤمن به ولا يعمل. يعني في أشياء يؤمن بها ولا ينبني عليها عمل. وأخرج الفريابي عن مجاهد قال: المحكمات ما فيه الحلال والحرام، كل ده علشان حديث النبي ايه، الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات. فخلوا بقى ايه، ان الحلال البين والحرام يبقى محكمات لان بينها متشابهات، مع ان الحديث ده بيتكلم في الشرائع والمحكمات والمتشابهات بتتكلم في العقائد. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده حصل لبس بين اتكلموا على شرائع واتكلموا على عقائد، حصل لبس لتشابه المعنى. فده بيتكلم على حاجه وده بيتكلم على حاجه، والالفاظ المعبر عنها واحده في الاثنين، يقوم الواحد ذهنه ايه يبتدي يحصل له لبس التباس. يعني فهمت بقى المساله؟ اخرج الفريابي عن مجاهد قال: المحكمات ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعض. واخرج ابن ابي حاتم عن الربيع قال: المحكمات هي الامره الزاجرة، يعني الأوامر والنواهي الواضحة. يعني أقول برضو إلى أنها هي الحلال والحرام البين. وأخرج عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجع في هذه الآية، تراجع يعني تناقشا، قعدوا مع بعض يتناقشوا بالآية دي. يبقى تراجع يعني إيه؟ يعني تناقشا في هذه الآية. الآية اللي هي إيه، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، قعدوا يتناقشوا بالآية دي. كويس. وأخرج عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية، فقال أبو فاختة: فواتح السور هي دي المتشابهات، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ياسين، طه، حاميم، دي إيه، كاف، ها، عين، صاد، قال لا هي دي المتشابهات. كويس. فواتح السور. وقال يحيى: الفرائض والأمر والنهي والحلال ده المحكم. وابو فاختة قال له: فواتح السور ده المتشابه. وقاموا شربوا شاي وانبسطوا انهم ماشيين. يعني اتناجوا الحكايه دي، ده قال بيه وده قال، ده عرف المحكم بانه هو ايه، الفرائض والامر والنهي والحلال، والتاني عرف المتشابه انه هو ايه، فواتح السور اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين لها معنى ايه جازم. كل العلماء يستنبطوا معاني ولكن لا يلغي معنى استنباط الاخر. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ادي الثلاث ايات. فبيقول لك هم دول المحكم، ده كلام سيدنا مين؟ كان ده بيدي لك مثال للمحكم. مش كله يعني، مش المحكم هو ده بس، كانه بيقول لك يدي لك مثال للمحكم. الثلاث ايات من اخر سوره الانعام محكمات، قل تعالوا والايتان بعدها كمان. يبقى ايه، خمس ايات ايه في الربع الاخير، اول خمس ايات في الربع الاخير من سورة الانعام. واخرج ابن ابي حاتم من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: منه ايات محكمات، قال: منها هنا قل تعالوا الى ثلاث ايات اللي هي في اخر الانعام، ومنها هنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الى ثلاث ايات بعدها. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: المحكمات ما لم ينسخ منه والمتشابهات ما قد نسخ. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان قال: المتشابهات فيما بلغنا ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد،
ألف لام ميم را وألف لام را اللي هي الحروف المقطعة. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما أن المحكم الذي يعمل به، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. فصل. اختلف هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه أو لا يعلمه إلا الله على قولين منشأهما الاختلاف في قوله، والراسخون في العلم هل هو معطوف ويقولون حال وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم هل الواو دي واو عطف يبقى الراسخون في العلم يعلموا كمان، والتانيين يقولون ما كل آمنا به من كل إيه من عند ربنا، يبقى يقولون دي إيه حال الراسخون في العلم، ولا والراسخون في العلم الواو دي واو استئنافية والراسخون في العلم يقولون، فهمت ازاي؟ ويبقى لا يعلم تأويله إلا الله فقط، فهمت بقى المسألة؟ بناء على الوقفين دول اللي قال لك إن مفيش وقف وعند يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مفيش وقف، ده متصلة، يبقى قال إن الراسخون في العلم يعرفوا تأويل، واللي قال لا وما يعلم تأويله إلا الله ووقف بعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يبقى إيه؟ يبقى الراسخون في العلم يعرفوا تأويل. فهمت بقى المعنى؟ عشان كده اختلفوا على قولين والقراءتين جائزتين. فهمت؟ يعني يجوز الوقف ويجوز الوصل. واضح؟ اختلف هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه او لا يعلمه الا الله على قولين منشأهما الاختلاف في قوله والراسخون في العلم، هل هو معطوف ويقولون حال او مبتدأ خبره يقولون والواو الاستئناف، وعلى الأول طائفة يسيرة منهم مجاهد وهو رواية عن ابن عباس، فأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال أنا ممن يعلم تأويله. بالرغم من اللي بيقولوا قلة من العلماء أقل عددا من العلماء اللي قالوا إن ما يعلم تأويله إلا الله فقط والراسخون في العلم دي استئنافية، ده أغلب العلماء قالوا كده كأن الراسخون في العلم برضه ما يعرفوش تأويله، يعني مفوضين الامر الى الله. ده قول الايه اللي اغلب العلماء قالوا، قله من العلماء قالوا لا والراسخون في العلم دي معطوفه على الله، لان الله سبحانه وتعالى لا ينزل شيء الا ويجعل من عباده من يعلمه ليعلم به خلقه، لان الله لم ينزل شيء ليجعله ملتبس على العباد، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن عباس اللهم علمه التاويل، فلو كان التاويل ضلالة ما كانش النبي يدعي لسيدنا عبد الله بن عباس يبقى من الضالين، قال له اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، يبقى تأويله أي علم التأويل، وعلشان كده يبقى سيدنا عبد الله بن عباس ببركة دعوة النبي من الراسخون في العلم اللي هم يعلمون تأويله. بالرغم ان اللي قال القول ده اقل الا ان رأيهم اقوى، فالمسألة مش بالأغلبية، بدليل دعوة النبي سيدنا عبد الله، لو كان التأويل مذموم ما كانش الرسول دعا لسيدنا عبد الله بن عباس ان يعلمه التأويل. فهمت؟ لو كان التفويض هو الممدوح كان اللهم ايه كان يدعي له اللهم اجعله من المفوضين. لا ده قال له اللهم اجعله من المؤولين. فدل على ان التأويل مع العلم والتفويض مع قلة العلم. التفويض لما تبقى مش عارف تقول ايه الله اعلم وتسكت، لكن العالم يتكلم. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول انا ممن يعلم تاويله بدليل تحقق دعوه النبي فيه. لما يجي لك بقى الوهابيه يقول لك ان الاشعريه بيأولوا عشان كده ضلاليه، يبقى كانهم بيجعلوا دعوه النبي لسيدنا عبد الله بن عباس دعوه بالضلال، يبقى غباوه. فهمت بقى ازاي؟ لانه يقول لك الاشعريه اوله، والتاويل ايه ليس مذهب السلف، والسلف كان مذهبه التفويض. لا يا سيدي، مذهب السلف كان التاويل، علماء السلف كلهم كانوا يؤولوا، واللي ما كانش يعرف منهم قله كان يفوض الامر الى الله او يسال، لكن ايه ما كانش يتكلموا من غير علم.
لو عنده علم يأول ويقول، ما عندوش علم يفوض لله. فكان السلف منقسمين لنوعين كده، فهمت بقى ازاي؟ لكن ليس السلف كله مفوض ولا كله مؤول. ده كان موجود في من ايام الصحابة، كان عندهم التأويل من ايام، واخد بالك؟ واخرج، وعشان كده سيدنا ابو العباس قال ايه؟ قال انا ممن يعلم تأويله، لان النبي ده عالم. واخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله والراسخون في العلم قال يعلمون تأويله ويقولون امنا به. واخرج ابن ابي حاتم عن الضحاك قال الراسخون في العلم يعلمون تأويله، ولو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه، ولا حلاله من حرامه، ولا محكمه من متشابهه. واختار هذا القول النووي، فقال في شرح مسلم إنه الأصح، لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفة. يبقى الإمام النووي رجح قول الأقل في العدد، واضح؟ وقال ابن الحاجب إنه الظاهر، رجحه برضه. وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم، خصوصا أهل السنة، فذهبوا إلى الثاني وهو أصح الروايات عن ابن عباس. والعجيب بقى أن الأغلب ده ذهب للثاني في من لا يعلم التأويل عليه بالتفويض، مش منع التأويل، ده رأي الثاني مع التأويل لمن يعلم، واللي ما يعلمش ما يتكلمش من غير علم، يفور أحسن. ففي الحقيقة هي مذهب واحد، مش مذهبين. مذهب بيقول اللي يأول هو الراسخ في العلم، واللي مش راسخ في العلم يفوض ويقول كل امنا به من عند ربنا. فهمت بقى ازاي؟ فيقول الامر في الاخر ان المذهبين دول الخلاف بينهم خلاف ايه؟ مش معنوي، خلاف لفظي. ده هم مذهب واحد. المذهب اللي بيقول فوض يقول لك لو ما تعرفش تأول فوض وده احسن، واحنا معاه. طب والمذهب الثاني يقول لك اذا كنت من الراسخين في العلم اتكلم وأول. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في الاخر آل المذهبين الى مذهب واحد. فهمت بقى المسألة؟ لان ده بيتكلم على حالة وده بيتكلم على حالة تانية. عارف لو الاتنين بيتكلموا على حالة واحدة يبقى مذهبين. لكن ده بيتكلم على حالة والتاني بيتكلم على حالة تانية. حالة الراسخين في العلم يعملوا ايه؟ يأولوا. طب وحالة اللي هو مش راسخ في العلم يعمل ايه؟ يفوض الامر الى الله ويؤمن ويسكت، ما يتكلمش في القرآن بلا علم. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ده بيتكلم. فاذا اختلف الايه؟ المناط، ارتفع الخلاف. فده بيتكلم على جهه وده بيتكلم على جهه. عندي لون احمر، فطائفه بتقول ده مش ازرق وطائفه ثانيه بتقول ده مش اخضر، يبقوا مذهبين؟ ما هو الاثنين صح، ما هو لا اخضر ولا ازرق، ده هو احمر. فهمت بقى المساله؟ طب وطائفة ثالثة بتقول لا ده مش بنفسجي، طب برضه ما زالوا كلهم متفقين ان هو لا هو احمر ولا اخضر ولا بنفسجي لانه احمر. فهمت بقى ازاي؟ فكذلك المذاهب كده، كثير جدا المذاهب المتفرعه تجدها لما تيجي تفصص فيها تجد ان ده بيتكلم على جهه وده بيتكلم على جهه، وان الخلاف لفظي مش معنوي. كل ما تتعمق هتلاقي في الاخر خلاف لفظي، ده بيتكلم على حاجه وده بيتكلم على حاجه وبيتخانقوا مع بعض. زي ما اهل السنه اتخانقوا مع المعتزله، المعتزله تقول لك القران مخلوق، واهل السنه يقول لك لا القران كلام الله قديم، واتخانقوا مع بعض. المعتزله بتتكلم على القران الملفوظ به والمكتوب بالايدي والمحفوظ في الصدور، ده مخلوق قطعا لانه بينطق به مخلوق، وازاي انا مخلوق ولساني مخلوق وحنطق بقديم؟ فالمعتزله عندها حق، بتتكلم على القران المنطوق المتعبد به. أهل السنة بينظروا للقرآن حيث مصدره أنه كلام الله معبر عن كلام، وكلام الله صفة قديمة. فاتنين قعدوا يتخانقوا مع بعض، وده بيخانق على حاجة وده بيخانق على حاجة تانية، والاتنين صح. لو خلوا نظر وجهة نظرهم واحدة اتحل الإشكال. فهمت بقى إزاي؟ وعلشان كده كثير من المذاهب المختلفة، زي سيدنا عبد الله بن عباس يقول لك أثبت أن سيدنا محمد رأى ربه، وستنا عائشة أنكرت الرؤية، وخلوها مذهبين مع إن هي مذهب واحد. سيدتنا عائشة أنكرت الرؤية التي فيها إدراك،
وسيدنا عبد الله بن عباس اثبت رؤيه لا ادراك فيها، يبقى اللي اثبته سيدنا عبد الله بن عباس غير اللي نفته ستنا عائشه، يبقى مش مذهبين زي بالظبط، ده مش احمر وده مش اخضر واللي قدامي ازرق، يبقى مش مذهبين. فهمت بقى ازاي؟ خد بالك لما تيجي تقرا في المذاهب لازم يبقى عندك عمق، تحدد بالظبط كل مذهب بيتكلم على اي جهه، هل المذهب ده بيتكلم على نفس الجهه اللي بيتكلم بيها المذهب الثاني فيبقى فعلا مذهبين في الحقيقه، ولا ده بيتكلم على جهه وده بيتكلم على جهه ثانيه. فلما كل واحد بيتكلم على جهه مش تلاقيهم مش مذهبين، ده مذهب واحد. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده كان احد مشايخنا في الازهر كان بيدينا اصول فقه، نسينا اسمه رحمه الله، كان يقول ايه؟ يقول لو فكرت في خلاف المسلمين في معظم المذاهب الأصولية لوجدت أنه خلاف لفظي، كل يتكلم على جهة غير الجهة اللي بيتكلم عليها المذهب الثاني. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده هتلاقي يقول في الآخر إلى خلافات لفظية مش خلاف جوهري معنوي. فهمت المعنى؟ زي المثال اللي قلته لك هنا. قال لك إن أغلب أهل السنة قال لك إيه؟ فوضوا. وفي قلة قالوا إيه؟ قالوا أولوا. نقول له ده هو مذهبين، مش ده هو مذهب واحد. ده اللي قالوا أولوا قالوا إذا كنت من الراسخين في العلم أول. واللي قالوا فوضوا قالوا إذا كنت مش من الراسخين في العلم فوض. فده بيتكلم على حال غير الراسخ وده بيتكلم على حال الراسخ. يبقى اختلفت الجهة في المذهب واحد. فهمت بقى إزاي؟ وقال ابن السمعاني لم يذهب إلى القول الاول الا شذمة قليلة، ما زال بيعتبره مذهبين. ابن الزمعاني ما خدش باله من الحته دي، ان ده بيتكلم على حاجه وده بيتكلم على حاجه، افتكره مذهبين. واختاره القتبي. القتبي مع ايه؟ مع ان الراسخون في العلم يعلموا تاويله. قال وقد كان يعتقد مذهب اهل السنه لكنه سهى في هذه المساله. قال ويا غروه فان لكل جواد هفوه ولكل عالم هفوه، فجعله ان هو ايه؟ جات له هفوه وما ايه؟ ها؟ أنا مكتوبة عندي القتبي، مكتوبة كده، أنت عندك إيه؟ القتبي. نشوف عند مصطفى بو كاتبها إيه؟ هي نفس أنا مكتوب أو هنا إيه؟ العتبي. يبقى العتبي، يبقى إيه؟ بلاش قاف نخليها عين. لأن لما بينشأ العلم يا جماعة في البداية والمناقشات بيبقى كل واحد معتز برأيه مش عايز ينزل. فعند نشأة العلم عندما يستوي العلم ويندق في العقول يتضح في الاخر ان كان الخلاف ده ما كانش خلاف، ده كان فاهم جهه والتاني فاهم جهه تانية. لكن عند نشاه العلم في بدايته، عارف نشاه العلم ده عامل زي ما تكون لسه بتجيب الحاجات اللي هتطبخها مع بعضها، فتحس انها متنافره، دي طماطم وده خيار وده مش عارف ايه، وبعد كده لما تقعدها بقى معاك وتخلط ده على ده وتخلط ده على ده وتسوي ده بده، يطلع في الاخر اكله واحده حلوه ما فيش تناقض فيها. فهمت بقى ازاي؟ فكذلك في نشأة العلم يبقى ايه؟ اصناف مختلفة. بعد شوية لما العقول تنضج تبتدي ايه؟ يدخل لك الادوات دي كلها ويفهم ان ده كان بيتكلم على جهة وده بيتكلم على جهة غير دي وده بيتكلم على جهة غير دي ودي. فهمت بقى ازاي؟ يجي مرحلة النضج بقى. بعد ما يحصل مرحلة النضج مرحلة كمان ايه؟ رسوخ العلم بقى. لما يرسخ خالص بقى تلاقي ان كل دي شوشرة، وان في الاخر الخلاصة ان العالم يعرف تأويله وان ليس بعالم يفوض وما يتكلمش في القرآن بغير علم وخلصنا. فهمت ازاي؟ لكن في بداية العلم كان في ايه؟ المناقشات دي كلها. فهنا بيحكي لك الامام السيوطي الايه؟ الغليان الاولاني عند نشأة العلم، غليان العقول. فهمت؟ كل واحد بيتكلم من جهة.
قلت: ويدل لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في مستدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول: الراسخون في العلم آمنا به. يعني إيه؟ دي قراءة تفسيرية. وما يعلم تأويله إلا الله، يقول بعد كده: ويقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا. يبقى دي اسمها قراءة تفسيرية. واضح؟ فهذا يدل على أن الواو للاستئناف، لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجتها أن يكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، وتكتب فيها قراءة تفسيرية وليس قراءة قرآنية. فيقدم كلامه في ذلك على من دونه، ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبع المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة، لأن ربنا بيقول: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهم في قلوبهم زيغ، واللي في قلبه زيغ لما يجي يحاول يأوله هيأوله ببدعة، لكن الراسخ في العلم لما يأوله مش هيأوله ببدعة. فهمت بقى؟ يعني غير المؤهل للفهم المفروض لا يتكلم في الآيات المتشابهة، وإلا يبقى بيبتغي الفتنة ويبقى قلبه زيغ. المؤهل يبقى راسخ في العلم يتكلم. فهمت بالمعنى؟ وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه كما مدح الله المؤمنين بالغيب. وحكى القراء أن في قراءة أبي بن كعب أيضا: ويقول الراسخون، ودي كلها قراءات تفسيرية. الفراء أيوة. أنا عندي برضو يبقى الفراء أحسن. أنا افتكرت حكى قراء القرآن يعني علماء القراءة يعني، وحكى الفراء. أنا عندي النسخة بتاعتي للأسف مش مدققة يعني. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق الأعمش اللي هو سليمان بن مهران أحد قراء الشواذ، له قراءة شاذة يعني إيه أحاد يعني. قال في قراءة ابن مسعود: وإن تأويله إلا عند الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. برضو دي كلها قراءات إيه؟ تفسيرية وليست قراءات تلاوة. وأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، زي ابن تيمية وأتباعه، يحذرهم. أضع عمره كله في الكلام على متشابه القرآن في الصفات. أضع عمره، عارف لو ابن تيمية بعقليته دي أضع عمره في استنباط الأحكام الفقهية لكان له مذهب مستقل زي إمام الشافعي كده وزي، لكن للأسف وجه ذكاؤه كله في حاجة المفروض لا يتوجه الذكاء ليه. فهمت؟ لو كان رسخ كل ذهنه في استنباط الأحكام من آيات الأحكام لعمل لنا مذهب محترم عظيم فيه، لكن هو قضى عمره كله في الآيات المتشابهة الذي لا يتبعه إلا الذي في قلبه زيغ، فصار إمام لأهل الزيغ. بدل ما يبقى إمام لأهل الفقه صار إمام لأهل الزيغ، فدي مشكلته. عشان كده شوف الإمام الشافعي لما رأى الربيع أحد تلامذته غاوي يجلس في مجالس المتشابهة من القرآن دي، لما جاء مصر كان غاوي ايه يختلف الى هذه المجالس، قام قال له ايه الامام الشافعي؟ قال له: يا ربيع، عليك بالفقه، فانك ان لم تصب الحق يقال اخطات، واترك هذه المجالس لانك لو لم تصب فيها الحق يقال كفرت. فانت بتشتغل في حته خطر، سيب الخطر ده وتعالى اشتغل في الفقه واجتهد في الفقه وقول اللي تقول عليه، يوم ما هتقول هيقولوا اخطا، اجتهد واخطا،
لكن ما زال مسلم. انما هتقعد لي مع دول يوم ما تخطئ يقولوا كفر، ابعد عنهم، دع ما يريبك الى ما يريب. شوف عقليه الامام الشافعي، عشان كده الامام الشافعي عمل مذهب كبير في الفقه، لانه ركز كل ذكائه في استنباط الاحكام. عارف لو ابن تيميه مشي زي الامام الشافعي كان عمل لنا مذهب كده خاص برضه، لان كانت عقليته عظيمه وكان كثير الحفظ وكان متفرغ تماما، لا رجل تزوج ولا راح ولا جه، قاعد طول النهار كده اهو في الذكر والعلم. فلو كان عمل كده، لكن للاسف قعد قضى عمره كله في الكلام في المتشابه، الاستواء ويد الله والنزول والصعود والقرب، حاجات غريبه تشبه. فهمت بقى ازاي؟ فعلشان كده قال ايه الرسول، فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ادي كلام الشافعي مع الربيع. فهمت بقى ازاي؟ واخرج الطبراني في الكبير عن ابي مالك الاشعري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا اخاف على امتي الا ثلاث خلال، ان يكثر لهم المال فيتحسدوا فيقتتلوا، وان يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن فيبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون بيت الحديث والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وأن يروا ذا علمهم فيضيعون ولا يبالون عليه. وأن يروا ذا علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه. الخصلة الثالثة بقى، ان يعرضوا عن العلماء ويمشوا مع اهل الفتن، واخد بقى، وينشروا الفتنة وما ينشروش العلم. دي الايه الخصلة الثالثة اللي خايف منها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي قال ايه، وان يروا ذا علمهم فيضيعوه، ما يهتموش بعلمه ولا يبالون عليه وما يدلوش كمان ايه بال، ويفضلوا طول النهار قاعدين يدوا بال لمين؟ للألباني، ابن تيمية، ابن عثيمين، ابن باز، وهكذا، بياع الجاز، وهكذا. فده المشكلة، دي المشكلة. ما أنا قلت لك بقية الحديث، بقية الحديث، وما يعلم تأويله إلا الله، كاتب لك نقط، يعني كمل الحديث. أكمله لك، قال لك: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند، كمل. أيوه، ما هو كمل، هو جايب لك جزء من الحديث وحاطط لك نقط، أنت كمله بقى. أنا كملته لك أهو، أعمل أقطع نفسي. نقرأ الحديث كامل. لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال، أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبعدين الخصلة الثالثة بقى، وأن يروا ذا علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه. دي آخر خصلة، وأن يروا ذا علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه. الوقت يتلم على بعض فاهمين ان هم علماء، ويقول لك الازهر عقيدته فاسده. فهمت بقى ازاي؟ يتلموا على الجهله ويعرضوا عن دار الافتاء المصريه. مش ده اللي بيحصل؟ يتلموا على ابو غطره ويسيب ابو عمه ازهريه. ده اللي حاصل. هو ده اللي حصل، النبي كان يخاف علينا منه. يعني النبي كانه عايش معانا، شايف اللي احنا، لانه فعلا عايش معانا وشايف. وأخرج ابن مردويه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فأمنوا به. وعشان كده في بعض العلماء قال لك إيه؟ قال لك: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ونقف. والتانيين إيه؟ يقولون آمنا النبي كل من عند ربنا، ده غير الراسخون في العلم بقى، هم دول اللي يقولوا امنا كل من عند ربنا. شفت بقى المعنى؟ يبقى ما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، خلاص دول يعرفوا. طب واللي ما يعرفش؟ يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يتذكروا الا اولو الالباب. فهمت بقى المعنى؟ يبقى اللي بيقول مين؟
اللي يقولون مش الراسخون في العلم، ده غير العالم يقول كل امنا به من عند، كل يقولون امنا به كل من عند ربنا. فهمت التاويل الايه بالطريقه دي؟ طيب. والراسخون في العلم معطوفه على ايه؟ ما يعني متقول الا الله والراسخون في العلم. خلاص؟ وكده تمت الايه؟ حط نقطه. واللي بيقولوا يقولون كل من عند ربنا ايه؟ اللي هم الطائفه الثانيه غير الراسخه في العلم. لان لما قال لك راسخون في العلم قسم الناس الى راسخ في العلم والى غير راسخ. فراسخ العلم انضم الى معرفه تاويله. طب غير الراسخ ايه علمه؟ يقولون امنا به كل من. فهمت بقى الايه؟ وتتحل الاشكال. فهم عايزين يخلونا مفوضه يعني من عوام المسلمين. طب ما هو المفوضه دول عوام المسلمين. ده غير الراسخين في العلم. لكن الراسخون في العلم هم الاشعريه. فطائفه التاويل هم راسخون في العلم. اللي اولهم. واللي فوضوا اللي هو اقل رسوخا. فخاف يتكلم وليه حق يخاف. لان دي امور خطيره. ليه حق يخاف، دينه منعه. وكونه يقول لا ادري دي في حد ذاتها نعمه. فهمت ازاي؟ فهم عايزين يخلوا الامه كلها عوام. كل الامه مفوضه، لا يا سيدي الامه مش عوام. في منهم راسخين في العلم وفي منهم عوام. العوام يقولون كله من عند ربنا. طب والراسخون في العلم يتكلم ويقول ويبين. علمه الذين يستنبطونه منهم. فهمت بقى؟ وأخرج ابن مردويه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا وما تشابه فآمنوا به. وأخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام، متشابه وأمثال، فأحلوا حلالة وحرموا حرامة، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. وأخرج البيهقي في الشعب نحوه من حديث أبي هريرة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا: أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام، لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، متشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. ثم أخرجه عن وجه آخر عن ابن عباس موقوفا بنحوه. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: نؤمن بالمحكم وندين به، ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به، يعني ولا نعمل به، يعني أي المتشابه هو العقائد التي لا ينبني عليها عمل. يبقى لا ندين به يعني لا نعمل به، نعتقده ولا نعمل به، وهو من عند الله كله. وأخرج أيضا عن عائشة قالت: كان رسخهم في العلم أن آمنوا بمتشابه ولا يعلمونه. وأخرج أيضا عن أبي الشعثاء وأبي نهيب قال: إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة. يعني يقول لك ايه؟ وما يعلم تأويله الا الله، مقطوعه كده. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. ده كلام مين؟ ابي الشعثاء. واخرج الدارمي في مسنده عن سليمان بن يسار ان رجلا يقال له صبيغ قدم المدينه فجعل يسأل عن متشابه القران، فارسل اليه عمر وقد اعد له عراجين النخل، فقال: من انت؟ قال: انا عبد الله بن صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، وفي رواية عنده: فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة. دبرة يعني كثير الجروح. يبقى دبرة يعني كثير الجروح. ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين.
وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب قال: إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بمشتبهات القرآن فخذوهم بالسنن، لأن السنة تشيل الاحتمال، لأن الآية المتشابهة فيها احتمالات عديدة، تيجي سنة تحدد لك الاحتمال. فعشان كده قال إيه؟ قال خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا الله، وأن الخوض فيه مذموم، وسيأتي قريبا زيادة على ذلك. ونقف عند هذا الحد. وفي تسجيل أخير أقوله لك، إن أهل التأويل من الراسخين في العلم لا يقولون أن التأويل الذي يقولونه هو مراد الله فقط، بل هو جزء من مراد الله، أما باقي مراد الله فلا يعلمه إلا الله كمان. يعني لما بيأول حتى المؤولة ما بيقولش إن ده كل مراد الله، لكن ده بعض مراد الله من الآية. وعلى هذا النموذج فانحو، لكن لا تقول أن مراد الله هو هذا فقط، لأن القرآن أوسع من فهم وفهمك. يبقى فوضه من جهة وأوله من جهة، فجمعوا بين التفويض والتأويل، وهو الراسخ في العلم. فهمت ازاي؟ فدي نقطة مهمة وجب التسجيل. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. إحنا طبعًا في النوع ده هنطول شوية، ليه بقى؟ علشان الفتنة الوهابية اللي إحنا عايشينها بقى لنا 200 سنة. فهنطول في الكتاب ده شوية، في النوع ده. فاستحملوني شوية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون.